اسمه الحلف يا هلال. السلام عليكم ابي صالح. اليوم رانا الضيوف عند ابي صالح. رانا ضيوفنا الوطني علي. علي يس علي. ابي صالح كثر خيرك والله ضيفتينا وكرم فينا حتى والله فوق راس والله يعطيه الصحة. ما باك يعرف يعرفه غير جايز في الفيسبوك الفيديو اداء. يا الله فيك. انسان طيب. انسان رواء. احنا اليوم في لندن. رمى فين؟ هو وش بينا؟ هذه تاور بريدج اللي الناس ما يعرفوا راش مالك تاور بريدج؟ تاور بريدج؟ يس واللي هي تاور في لندن. هي الضيفة. احنا نقولوا مسؤولين تاعنا كيف نقولوا؟ مسؤولين؟ مسؤولين يخدموا لنا العاصمة. لا انا مش عارف العاصمة الناس عاد تدخل الناس عاد تدخل باش كابيتال شيري بلادو فرنسا والله يا ابي صالح كنت نحيه والله كي موريتانيا نحكيو على موزمبيق نحكيو على موزمبيق وش ما عندك والله موزمبيق الكابيتال تاعها خير من الجزائر تاع العاصمه تاعنا هنا في النظافه في البنيات بالمناسبه إيه. العراق العراق اللي صار فيها حاله حروب اكثر من حرب صاحبي عراقي صلاح راح للبلاد راح العاصمه الجزائر العاصمه والله مسكين قال لي الجزائر قال لي الجزائر عاصمه قال لي كانت الجزائر كامله قال لي والله فيها الخير الله يبارك شعبها قال لي روعه قال لي المشكل تاعهم قال لي انك سبل بارتو قال لي ناس طيش سبل بارتو قال لي الطوبال ما كانش طوالت بيبي ما كانش قال لي المهم قال لي الشيء اللي عجبته العراق بغداد من حروب قال لي والله بغداد قال لي احسن منها قال لي شو الفرق بين بغداد وبين الجزائر العاصمه هو كل نحيو جيش وش بلاد فرنسا والله ما خدموا شيء ما خدموا لنا والو فان شاء الله تسقم البلاد وتتعدل ان شاء الله ونرجعوا كله وروحوا كله امين خويا محمد انت يا بينك بيمنك شاب جيت لبريطانيا وش تنصح الشباب اللي جايين لبريطانيا؟ اللي يجي يا خوتي وش نقول لكم قال يجي تقتلو كان يجي تعكسو كل واحد كيف كتقتلو المعيشة كان واحد مراقي تلقاه والله سفري احنا معظمية تاعنا سفري هاك ما تلقاش هنا بويك ولا اخوك ولا امك انا جاي بلاد جديدة لغة جديدة قارة خلاف كاين شوي راسيزم كاين ناس كان في راسيزم ما يبينلكش انا تعرف اخدم سبعك كون مراقيك خلطش بزاف بس لي تروي شوية تعرف لكن سبعك عيش لبس بيك وان شاء الله ترجع كل ما كانش خير البلاد ما كانش خير البلاد تبعد مع العزوز وشايب وخالتك وعمومك وصاحبك الله بعد الدنيا كل واحد وش كتبه كتبك تاكل لحمة لهنايا تجي لهنايا كتبك في البلاد تاكلها في البلاد وان شاء الله تعدلنا البلاد بركة هذا ما نقوله السلام عليكم ورحمة الله سلام.